قرارات عاجلة جدا من وزارة التربية والتعليم للسادة المعلمين وجميع الطلاب ابتدائي واعدادي وثانوي. في البداية شكرا لحضراتكم على تواصلكم وتواجدكم الدائم في القناة، وده بيدل على مصداقية القناة والمحتوى الهادف اللي بتقدمه. أتمنى إن أنت تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس على كلمة كل عشان يوصلك كل الأخبار. زي ما انتم شايفين، عقد امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني ابتداء من 16 أبريل، وطبعا ده خاص بطلاب الصف الرابع ابتدائي أخيرا يعني. كمان بالنسبة القرار الثاني بالنسبة للسادة المعلمين، تقرر اللي هم طبعا اختبارات الترقي. طبعا كان في اختبارات الترقي الفترة اللي فاتت، والسادة في يعني كثير من السادة المعلمين ما قدروش يستكملوا الاختبار أو رسبوا في الاختبار، فهيتم عمل لجميع محافظات مصر من 10/4 إلى يوم السبت 16/4. طبعا حاولوا طبعا يحلوا الأسئلة كويس وحاولوا يحفظوها قبل ما يدخل الامتحان مرة تاني. تعليم القاهرة نزلت امبارح بتأكد إن امتحانات مراحل النقل بين المرحلة الابتدائية والإعدادي خلاص هتبدأ 7 مايو، وجاري إعداد كل تفاصيل الامتحانات وكل الجداول الخاصة بالامتحانات. كمان أكد وزير التربية والتعليم إن معلمي الحصة، طبعا أنتوا عارفين إن حصلت مسابقة للتعيينات لمعلمي الحصة بداية من شهر 3 و4، يعني هم اشتغلوا شهر 3 و4. أكد وزير التربية والتعليم إن هم هيشتغلوا شهر 3 و4 في المناهج فقط، ولكن ملهمش دعوة بالامتحانات، يعني هم مش هيصححوا في الامتحانات بتاعت آخر العام، وهيبقى المدرسين الأساسيين فقط هم اللي هيصح. كمان وزير التربية والتعليم قال إن إحنا قمنا بتغيير الجدول ونزلنا الجدول الجديد اللي هو 2/18/4 هتبقى فلسفة، و3/16/4 تانية ثانوي رياضة علمي وأدبي، و3/26 أحياء، و4/تانية ثانوي أحياء علمي جغرافيا أدبي. ونزلت جداول جديدة زي ما انتم شايفين، الجداول الجديدة اللي هي نزلت ان الصف الخامس ابتدائي 7/9/11/5، والصف السادس الابتدائي 8/5/10/5/12/5، ده الجداول الجديدة. وكمان عندنا بالنسبة للصف الأول الإعدادي هتبدأ 7/5 وتنتهي 12/5، والصف الثاني الإعدادي هتبدأ برضو 7/5 و12/5 العف، بس في الجدول إن مفيش أيام فواصل بين المواد، والشهادة الإعدادية هتبدأ 14/5 و19/5، ده حصل في 4 محافظات حتى الآن. كمان أكد وزير التربية والتعليم إن كل المدارس ماشية بنظام معين، وقال إن الطلبة موجودة في المدارس ولا صح لعدم وجود الطلبة في المدارس. مش عارف بصراحة هو جاب الكلام ده منين، لأن معظم المدارس حاليا مفيهاش طلاب في شهر رمضان، لكن يمكن هو بيتكلم على 3/4/5 مدارس موجودين في محيط الوزارة، لكن الحقيقة إن الطلاب ما بتروحش في الوقت الحالي. وشدد وزير التربية والتعليم على كل المدارس اللي مفيهاش طلاب يروحوا خلال الفترة القادمة.